ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. درسنا اليوم بيتكلم عن عمان وعلاقاتها مع دول العالم. عمان علاقات طيبة وتعاون دائم، هذا عنوان درسنا. عمان يا أولاد لها علاقات قوية جدا مع كافة دول العالم والوطن العربي بالأخص. ترتبط سلطنة عمان بعلاقات طيبة مع جميع الدول العربية، وتحرص على تعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات. بتكون حريصة جدا إنها تكون علاقتها طيبة مع دول الوطن العربي في كافة المجالات. تعال نشوف ما هي هذه المجالات. في المجال السياسي، في المجال الثقافي، في المجال التجاري. انضمت سلطنة عمان لجامعة الدول العربية في سنة 1971، يعني بعد صاحب الجلالة سلطان قابوس طيب الله سراه ما تولى مقاليد الحكم بعدها بسنة مباشرة، استطاعت أن تنضم إلى جامعة الدول العربية وتشارك بفاعلية في الاجتماعات التي تعقدها الجامعة. وهنا في صورة بتوضح دور السلطنة ومشاركتها في هذه الاجتماعات. جامعة الدول العربية أولاد لها شعار معروف، هذا هو شعار جامعة الدول العربية، ركزوا عليه عشان ممكن يجي في الامتحان. وهنا بيقول لك أنشئت جامعة الدول العربية في سنة 1945. إيه الهدف من إنشائها؟ تحقيق التكامل العربي. أين مقرها؟ مقرها في القاهرة. إذن جامعة الدول العربية في القاهرة. تعال نشوف أيضا كلمات مضيئة لصاحب الجلالة سلطان قابوس طيب الله سراه، بيقول إن سلطنة عمان منذ انضمامها لعضوية جامعة الدول العربية تعمل حسب قناعاتها الصريحة والواضحة المعروفة لدعم جهود العمل العربي المشترك. يعني من خلال دخولها في كعضو في جامعة الدول العربية فإنها بتشارك في جهود العمل المشترك. هذا كلام صاحب الجلالة. تحرص السلطنة على توثيق علاقاتها بالدول العربية. كيف تحرص؟ من خلال التشاور في المواضيع التي تهم شعوب المنطقة والمساهمة في حل المشكلات التي قد تواجه الدول العربية. وهنا صورة توضح لقاءات وتبادل زيارات ما بين دول الوطن العربي وما بين السلطنة صاحب الجلالة طيب الله سراه مع حاكم الكويت، وهنا مع حاكم الأردن. وهنشوف من تحت العنوان هذا اللقاء، خبر بيقول استقبل صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه أخاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الذي وصل إلى البلاد في زيارة للسلطنة تستغرق 3 أيام. وقد تبادل صاحب الجلالة وضيفه الأحاديث الودية التي استعرضوا فيها العلاقات الطيبة تربط السلطنة مع الكويت والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. هذا نص خص الصورة اللي فيها. أيضا في المجال الاقتصادي، في المجال الاقتصادي أيضا تسعى السلطنة في تحقيق التعاون والتكامل مع الاقتصادي مع جميع دول العربية. كيف؟ من خلال التبادل التجاري. في تبادل تجاري بيتم ما بين عمان وما بين الدول الوطن العربي. تبادل في إيش؟ تبادل في السلع وفي البضائع المختلفة. كل واحد عنده سلعة فيها زيادة ممكن بيساعد بيها الدول الأخرى عن طريق البيع والشراء، تبادل المنفعة والمشاركة في العديد من المشاريع والفعاليات الاقتصادية العربية. وهنا صورة بتوضح معرض للمنتجات العمانية فين؟ في دولة الجزائر. هذا يمثل مجال اقتصادي أو تعاون عمان في المجال الاقتصادي. أيضا في المجال الثقافي والرياضي هناك أيضا حرص شديد من السلطنة على تعزيز التعاون الثقافي والرياضي مع جميع الدول العربية. كيف؟ من خلال المشاركة في المؤتمرات
بنجد أن عمان بتشارك في مؤتمرات وفعاليات ثقافية ورياضية وتبادل خبرات تربوية وإعلامية، كما تستضيف أيضا السلطنة الأنشطة الثقافية والرياضية العربية مثل المباريات مثلا، وهي استضافة السلطنة لبطولة كأس العرب لكرة الطاولة سنة 2017، وهنا كمان مشاركة السلطنة في المسابقة العربية للبرمجة، هذا مجال ثقافي طبعا، أما اللي تحتيها مجال رياضي في 2017 نفس التاريخ. هنا في شعار مهم جدا، الشعار ده اللي هو يخص المؤتمر الكشفي العربي 28. استضافت السلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في نوفمبر 2016، استضافت المؤتمر الكشفي العربي تحت شعار الكشفية والارتقاء بالبيئة. هذا هو الشعار يا أبنائي، لابد أن انتبه له، مكتوب الكشافة الكشفية والارتقاء بالبيئة، اللي هو نفس المؤتمر، اسم المؤتمر. تمام، هذا مجمل التعاون بين عمان وعلاقتها الطيبة مع الدول المجاورة وخصوصا الوطن العربي. شكرا، وأتمنى لكم تذاكروا وتحلوا الأنشطة اللي موجودة في الكتاب، ولو في أي شيء مش عارفينه ومش عارفين إجابته ممكن تتواصلوا معايا يا إما على الواتساب يا إما على برنامج جوجل كلاس. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.